أفكارك لما كنا في لما كنت انا في اليمن وبطلت كوره سنه 94 ودخلت مكتب حضرتك قلت لك رجليا خفت ونفسي انزل العب، فنزلتني ويمكن لعبت احسن سنتين في حياتي بعديها. وبعدين جات ظروف تاني، سيادتك رئيس النادي وانا اشتغل كمدير للكوره، وانا بعتبر ده عصرك انت وكمال بيه واعضاء مجلس الاداره قبل ما يكون عصر الباقيين. والله كان انا بعتقد ان كان باحسن وقت كان فيه النادي يوم انت كنت بس مدير الكوره. يعني كان الواحد قبل الموسم الثاني بثلاث اربع اسابيع يبقى دوري معانا، انما ثلاث سنين ورا بعضيها النادي الاهلي ما يخش الدوري، صعبه قوي دي، صعبه قوي على النادي العظيم بتاع النادي الاهلي. ربنا يحسن يا فندم باذن الله كده ويتحسن. صعبهم يا فندم المره الاخيره. لكن الواحد كلنا زعلانين، وحتى بعض ما بيبقاش يخرج من البيت دلوقتي. لكن سعادتك معايا برضك ان العمليه برضك باذن الله النادي الاهلي دايما بيقوم بكبوته بسرعه وبيلم نفسه، ونتمنى له كده عشان الجماهير بتاعته باذن الله. شوف يا عزت، لازم نرجع تاني الحب، حب اللاعب للكوره، حب اللاعب للاعب زميله، حب اللاعب للمدرب بتاعه، تمام. حب اللاعب لجهاز الكوره، حب اللاعب للمجلس الاداره. انما ما تدلش حكايه كده سايبه ابدا، واجي في الاخر اقول الله انا الطوبه وقعت في المعطوبه، طب وانا فين كمجلس اداره او فين كجهاز كوره؟ فين طول الوقت ده سايب الدنيا كده ماشيه؟ يعني عروض زي الزفت، يعني عروض كانت سيئه في الحقيقه، ما خدناش اي بطوله السنه دي في الكوره. يعني حاجه بتزعل، حاجه بتخلي الواحد يبكي لما نعرف. طب سيادتك بقى عشان نطلع الناس من الحته دي، خلينا في السبعينات بقى والجو الجميل والزمن الجميل. يا ريت نرجع تاك. فايه راي سيادتك كان في الفتره اللي فاتت بتاعت السبعينات دي؟ دي احسن، قول لي دي كانت احسن فتره كان موجود فيها النادي الاهلي او لاعبي النادي الاهلي. اولا الحب كان متبادل ما بين الجميع، الكل متساوي قدامنا. لجهات الكوره مع مجلس الإدارة كلها كتلة واحدة، متفاهمين تماما، بيساعدوا بعضيهم. جهاز الكورة عليه الناحية الفنية، مجلس الإدارة عليه يعني تسهيل جميع الأمور عشان اللاعب يستريح نفسيا ويستريح بدنيا. وعشان كده كانت التعيينة كلها الحمد لله كانت كويسة جدا. ندعو الله ان تعود هذه الايام قريب جدا باذن الله يا فندم. يا ربنا كريم. وسهرناك معانا النهارده يا فندم. لا الله يخليك. متشكرين يا فندم جدا. العفو يا فندم. ربنا يديك الصحه والعافيه. الله يخليك. اهي دي تسجيلات يشهد لها التاريخ. بشانها بقى اللي بنقول الكلام ده لما يكون عندك رئيس نادي بحجم سياده الفريق اول عبد المحسن كامل مرتجي بيكلم الكابتن عزت يقول له رجعوا لنا الحب اللي بينه وبين اللعيبه، وسياده الفريق بيرد عليه بيقول له احنا كنا بناخد الدوري دلوقتي في السبعينات قبل ما البطوله بتخلص بحوالي اربع خمس اسابيع. الحديث اللي دار بينك ازاي وبينه يا كابتن عزت؟ الحقيقه كان في اذاعه الشباب والرياضه استضافوني الاستاذ احمد الليسي. ايوه بيستضيفني. عمالقة دول. بيستضيفني وانا استضيف ناس تانية ونتكلم عن الذكريات. فانا حوالي تسع افراد او عشرة نقيتهم واتكلمنا مع بعضيهم. نعم. فدي كانت المناسبة بتاعتها. انت شايف لما يبقى في رئيس نادي بيحب اللعيبة بتاعته واللعيبة بتحب رئيس النادي وبتحب مدير الكورة وبتحب المدرب وكلام ده، بيظهر النتاج بتاعه في النتائج اللي كانت بتحصل احنا معانا سنه من بدايه السبعينات، ولا انت شايف ايه؟ لا طبعا الحب اساسي. يعني الحب هو اللي بيديك الدفع والنشاط والقوه والطاقه. كابتن عزك ممكن انت ذكرت اكتر من مره، على فكره احنا لسه معانا تسجيلات كمان للشخصيات. انتوا هتسمعوا هتتكيفوا النهارده بمعنى صح. انت لعبت وانت بتلعب في الفريق الاول، انت لعبت باك ليفت، انا او وينج ليفت. انا وعيت على كابتن عزت بيلعب مدافع او سيرد باك. إيه انت كنت واخدها محطات بقى ولا ايه؟ انا لعبت تقريبا في معظم المراكز، يعني لعبت وينج ليفت وينج رايت، لعبت انسايد ليفت وانسايد رايت. مزعجه شويه. لا ولعبت باك رايت وباك شمال، وده اللي استمرت فيه في الاخر. طب هل
دي بقى بتبقى امكانيات عند اللاعب ولا اللاعب ممكن يكيف نفسه ويوظف نفسه حسب المدرب؟ هو الحقيقه ربنا كان مديني يعني هبه بان انا بلعب رجلي الاثنين. رجليك الاثنين كانت يعني ويمكن الدكتور ممتاز في كلمته اللي كاتبها عليا كان متوقع ان انا هبقى لعيب كويس وبيستخدم رجلي الاثنين والسرعه وبيلعب للفن ومش لنفسه. يعني لعبت كمهاجم وبعدين لعبت كمدافع وفي وسط الملعب لعبتش جول كيبر يا كابتن؟ كانت ناقصه دي. انت عارف انا لعبتها في السداسي قوات المسلحه بنلعب سداسي كنت في المدفعيه وكنت بتطير كده لا ما كانش بتوصل للدرجه دي في السداسي وكان برضك انكر رجلي تعبني شويه فلعبت انا جول. انا عايز اعرف حكايتك ايه مع الاصابات؟ انت بتتكلم وبتقول انا كان عندي اصابات وخلاص زهقت عاوز ابطل والكلام ده كله وسافرت اليمن وبعد كده طلبت انك ترجع تاني. ايه حكايه الاصابات معاك؟ والله حاجه غريبه يا مصطفى، يعني انا كنت محافظ على نفسي كويس جدا، اتمرن كويس جدا، مخلص للعبه كويس جدا، وقعدت ماشي لغايه ما ابتديت العب في الدرجه الاولى. ما اعرفش ايه اللي حصل بقى في الناشئين. لا الناشئين كنت ماشي كويس ولغايه الدرجه. هل 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 التمرين في الناشئين غير الفريق الاول؟ اكيد طبعا. اكيد هو ده التدريب ده قصه. يعني انا التدريب كنا زمان بنضرب 3 ايام في الاسبوع، احنا كنا 3 ايام مفيش غيرهم وحاجه كلاسيك كده خفيفه. والله يرحمه الكابتن عبد الصالح الوحش نقل للنادي الاهلي لانه كان في دوره في المانيا هو وبعض الزملاء، وكان حظنا كويس لما رجع ابتدى التدريب يتغير. احنا انا فاكر يا كابتن عزت احنا اول ما بدانا قبل ما انت تتولانا كانت 3 ايام في الاسبوع وبناخد الاربع تمرينه خفيفه قوي والخميس بناخده راحه عشان ماتش الجمعه. يوم الجمعه اتغيرت بقى الكلام ده كله. لا طب كله اتغير طبعا. طيب العلم. فانت بالنسبه لك بقى الاصابات بقى كانت مشكله بالنسبه لك؟ فبقت مشكله طبعا، ودي نصيحه انا بقى انا بقولها للعيبه اللي بتصاب، واحنا عندنا نماذج كتير قوي بي. نعم لعيبه كويسه وبتنزل ومش قادره توصل للمستوى بتاعها في تقدير انا، بس الكلام ده انا ما يعني تفهمته بعد ما بطلت قعدت اعرف ليه انا وصلت للاصابات دي والحاجات دي. بتقول لنا ليه يا كابتن؟ اللعيب بعد ما بيصاب يا مصطفى مش زي دلوقتي يخف يقول لك انزل، مفيش تاهيل ولا اعداد ولا بتاع. اتنين بتبقى نازل خايف لا ترجع لاصابه ثانيه، خصوصا اذا كنت صاحب اصابات. الحاجه الثانيه والاسوأ انك عاوز تعوض الفتره دي فتحاول تعمل كل حاجه في الكوره فما بتعملش حاجه. دي نصيحه نصيحه للعيب المصاب اللي بيرجع، العب الكوره السهله. لا يعني انت برضو هنا هنتوقف في الحته دي يا كابتن عزت، لان العمليه مع اللاعبين دلوقتي اللعيبه شويه هوا كده ممكن يوقعوه. يعني انت بتنصح ان اللعيب اللي عنده حاسس باي حاجه ما يلعبش؟ بالظبط، ولازم. وبعدين دلوقتي بقى احسن من ايامنا، احنا ايامنا كان طبعا العلاج ما كانش يعني اللي تقدر تقول ايه ان اللعيب هو دكتور نفسه. أمين على نفسه. أمين على نفسه. أمين على نفسه. طيب أنت كانوا مسمينك عندك سوء حظ بالنسبة للاعب المنحوس. المنحوس. أنا مش كنتش عاوز أقولها بقى. لا لا ليه؟ فمنحوس عشان كتر الإصابات؟ كتر الإصابات. كتر الإصابات. وبعدين دي أثرت طبعًا في مستواي خالص يعني. يعني طب إيه المباراة اللي أنت لعبتها وأنت يعني لسه طالع من الإصابة وعملت فيها شغل جامد قوي؟ والله يا مصطفى في ماتشات كتيره والله لعبتها كويس. قول لنا مباراه كده منه انت كنت خايف تلعبها وانت مصاب او لسه طالع من الاصابه وربنا وفقك وكرمك. انا كان حظي كويس جدا مع الفرق الكبيره، كنت بلعب كويس قوي. يعني الفرق الكبيره، لا الاسماعيلي الترسانه الزمالك كنت بلعب، الاتحاد كنت بلعب كويس في الماتشات دي كلها. يعني انت كنت بتحب تلعب قدام لعيبه كوره كويسه غير ما بتلعب قدام لعيبه لسه جديده خايف؟ ما اعرفش يعني ده الظروف اللي حصلت بقى. ممكن يكون بقى كنت ببقى سليم 100% التانيين كنت لسه الاصابه مؤثره عليا احتمال. يعني انا كنت عارف ان في علاقه قويه جدا بينك وبين الكابتن محمد عبد الصالح الوحش رحمه الله عليه. الله يرحمه يا سيدي. احكي لنا شويه على الكابتن عبد الصالح. كابتن كابتن عبد الصالح ده بالنسبه لي الاب الروحي. زي يعني ليه؟ لانه كمان حتى الظروف بعد ما بطلت والاخره، انا سكنت في عماره كان فيها المرحوم اخوه ابراهيم وهو أيوة كان بيجي يزورنا، فعندنا القعده مع بعض كتير جدا. ودايما كنت